البلدي يسقط المجلس البلدي ان شاء الله يا طوالي. يا احمد ليبيا احمد خالد نعم من هنا اليوم 38 ما تعدش يا خالد وين الشيخ محمد غلاء وقاعد ولا ناس باع الكية قال لكم واحد اعتصم قدام البيت لا بد 20 سنة معنا شوف واحد زين محمد الغلاو انا اكبر يا حجاز انا اكبر يا احمد تقريبا بيع انا ارحل توكل ما نبوش فضايح بظلمك وزورك وين بتوصلنا ارحل بلا مطرود سادنا ملينا صحيح انتخبناكم وما ولينا لكن فشلتوا وما شقيتوا بينا غير المشاكل قول شي جبتلنا سادنا فدينا السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نستمر في اعتصامنا السلمي اليوم 38 على التوالي وبإذن الله ما ناس بايعين ومستمرين في هذا الاعتصام السلمي إلى حين إسقاط أعداء القانون المتواجدين في هذا المجلس البلدي الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يسقط المجلس البلدي يسقط المجلس البلدي بإذن الله مستمرين حتى في المحاسبة طبعا مش حنسيبوهم حتى لو قدم استقالته ما قدمش استقالته ضروري من المحاسبة قبل ما يطلع من هنا قبل ما يضم شناطيه جميع الأفراد الأعضاء الموجودين في المجلس البلدي يجب أن تتم محاسبتهم وفق القانون وبإذن الله ستتم المحاسبة يسقط المجلس البلدي يسقط المجلس البلدي طبعا التحية كبيرة للحضور السادة الحرار ونحييهم تحية كبيرة في هذه الأيام المباركة والله هو الحكاية اللي صقع الحج لكن شهادة بالله أن أعطيكم الله الصحة وتحية كبيرة للحراير حتى أن ما شاء الله ديما مستمرات معنا من بداية دورة 17 فبراير إلى هذه الساعة نفس الوجوه الحراير الطيبات ما شاء الله ربي يبارك في أعمارهم إن شاء الله ويبارك في أعماركم جميعا طبعا عندنا كلمة الآن نبدأ بالكلمات الكلمة الأولى للسيد يوسف الغوش فليتفضل مشكور يسقط المجلس البلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسقط المجلس البلدي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقائدنا رسول الله نداء إلى أهلنا في مدينة مصرات الحبيبة من أبنائكم المحبين ها نحن اليوم في اليوم 38 من اعتصامنا السلمي أمام المجلس البلدي الساقط بحكم تجاوزاته للقانون وإخلاله بالأمان التي أقسم عليها بيمين غموس عند تنصيمه وهم أعضاء المجلس البلدي يوما بعد يوم يزيدون في غيهم ويستمرون في ممارساتهم الهدامة لوحدة المدينة
ويصرون على الطعن في سيادة الوطن وضحيات الاستقلال بخنجر الأطماع الحزبية في مناصب معدودة. وأنتم ترونهم بأم أعينكم يساومون العملاء والساسة بما انتزعه أبنائكم بتضحياتهم النفيسة، ويزايدون على حقوق جرحانا بالمن والأدى بدل التقدير والتوقير والعرفان. وفي الوقت الذي نؤكد لكم على إصرارنا العنيد وعزمنا الشديد على الاستمرار في مطالبنا بطريقتنا السلمية المشروعة التي يكفلها لنا القانون، نناشدكم الالتفاف حول أبنائكم والشد على أيدينا إلى أن نحجب سويا عن أعضاء هذا المجلس المنحرف الثقة التي لم يستحقها يوما بعد أن أهمل واجباته نحو المدينة ورمى باختصاصاته التي انتخبناه من أجلها عض الحائط. أيها الأحبة، إن هذا الحزب البلدي بعد أن تبنى الاتفاق المشترك مع محلي تورغى وتنازل على ما لا يملك إلى من لا يستحق، تمادى في الوهن حتى سلم رقاب ثوارنا في المحور الشرقي إلى جلاديهم على طبق من التخاذل والجحود فيما أقروه في البيان المشترك بينهما بما سموه محاسبة المجرمين من الطرفين اعتبارا من يوم 11 أغسطس 2011 تاريخ تحرير تورغى، وباعتراف عضو اللجنة المكلف من المجلس البلدي على في اتفاق تونس واجتماعات جنيف. لهذا لن ينال الثقة منا دوما، فقد تماهى وتباهى بالتورط في مؤامرة حكومة الوصاية والاستعمار، وانغمس في إغراءاتها مفرطا في مكتسبات ثورة فبراير المجيدة التي نطمح أن نبني بها دولة السيادة والاستقلال والمؤسسات الدستورية والقصاص وجبر الضرر بقوانين العدالة الانتقالية بما تمليه علينا شريعتنا الإسلامية السمحاء. شعارنا بيننا وبينهم الحقوق والواجبات، فبعد أن أدى ثوارنا واجباتهم على أكمل وجه بتحرير المدينة من الزمرة الفاسدة التي كانت تحكمها بسطوتها والتي نراها اليوم تعود بنفوذها رويدا رويدا عبر الأجندات الحزبية إلى الصف الأول من واجهة المدينة بعد ثورتها على حقبة الأزلام وأركان برنامج ليبيا الغد. إننا نجد في القانون رقم 59 المنظم لاختصاصات المجالس البلدية القول الفصل بيننا وبينهم، والله ولي التوفيق لا ولي لنا غيره. إننا نؤمن بأن اعتصامنا هذا في حقيقته ما هو إلا قضية وطن في وجه مشاريع أحزاب الإمارات والجماعات المتسولة للكراسي والمناصب والمكاسب باسم الدين، ولن نقيل ولن نستقيل عن مبادئنا وثوابتنا وأهدافنا حتى يظهرها الله أو نموت دونها. الله أكبر. وإن كنا قلة قليلة من الغرباء بين أهلنا فلن يخزينا الله ما دامت نيتنا خالصة له وحده، فقد جاء في وعد المولى جل جلاله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم انصرنا وثبتنا واهدنا إلى الصراط المستقيم. فيا أهلنا المخلصين ويا رفاق الثورة الصامدين، هلموا بنا على كلمة سواء وهبوا نتوكل بها على الله. يسقط مالي اعتبار مجلس بلدي دار العار، 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 يسقط مالي اعتبار مجلس الحال الحال يشتاوي. فيا أهلنا المخلصين ارحل ارحل يا شكاوي، مصر انت ما درت الشيء، ارحل ارحل يا شكاوي، مصر انت ما درت الشيء، ارحل ارحل يا شكاوي، مصر انت ما درت الشيء، ارحل ارحل يا شكاوي، مصر انت ما درت الشيء، ارحل ارحل يا شكاوي، مصر انت ما درت الشيء، ارحل ارحل يا شكاوي، مصر انت ما درت الشيء، ارحل ارحل يا شكاوي، مصر انت ما درت الشيء، يرحل 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 باذن الله بعد المحاسبه، مش يرحل مش حيرحل مش حيرحل حيرحل بس يرحل بعد محاسبته باذن الله. فيا اهلنا المخلصين ويا رفاق الثورة الصامدين، هلموا بنا على كلمة سواء وهبوا نتوكل بها على الله لنحافظ على الامان التي ورثناها من رفاقنا الفدائيين شهدائنا الطاهرين.
ونرفع بها من شأن البلد وهيبة الوطن وعزة الدين. فما توفيقنا في رباطنا السلمي هذا إلا بالله، وما بشائر التطورات القضائية في مسار في المسار القانوني التي ستسمعونها قريبا إلا من فضله علينا. وعلى الرغم من بطء الإجراءات إلا أننا صابرون على هذا الابتلاء ومحتسبون اعتصامنا في سبيل الله، وبقون على العهد الذي قطعناه بيننا واعتصمنا به أمام الله، وقسما لن نحيد عن تضحيات دم الوريد. يسقط المجلس البلدي وتبقى مصراة مدينة تسكننا. يسقط المجلس البلدي، يسقط المجلس البلدي، يسقط المجلس البلدي وتبقى مصراة مدينة تسكننا. الله أكبر. ساقط ساقط يا مجلسنا، ارحل منك طاق نفسنا. 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 ساقط ساقط يا مجلسنا. الله أكبر الله أكبر. ساقط ساقط يا مجلسنا، ارحل منك طاق نفسنا. يسقط حزب المؤتمر الوطني الحر، هو معظم الاعضاء الداعين موجودين في هذا المجلس. حزبنا حزب سياسي موجود ينفذ في اجندات هذا فصل المجلس. المجلس لا ينفذ في اجندات ليبيا ولا اجندات المدينه، ينفذ في اجندات حزب سياسي اسمه حزب المؤتمر الوطني الحر. السيد عميد البلديه محمد الشتاوي، طبعا الكارثه ان رجل قانون محامي يعني من اهل القانون من اهل الاختصاص، كان المفروض اول واحد لدي يوقف عند القانون 59، وجدناه اول واحد اخترق القانون 59. والسيد وكيل الديوان مفتاح عطام حتى هو هذا طبعا واحد من اعضاء حزب المؤتمر الوطني الحر هذا، وباقي عندهم اعضاء واجدين هم في هذا الحزب. يعني مش عارف الوقت الحالي هل المخططات واللي يتموا فيه هنا سواء هنا او في دوله الامارات او في مكان ثاني يتم في بناء على اجندات هذا الحزب، والله مانيش عارف كيف. على العموم الله اكبر الله اكبر. يسقط المجلس البلدي. الكلمة الثانية طبعا أعطيها للأستاذ محمد المنصر، فليتفضل. مشكورا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أرفع راسك فوق، أنت ليبي حر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نواصل هذا الاعتصام ونشهد إحدى فضائح المجلس البلدي، وهو ذهابه وحضوره التوقيع على مسودة العمالة والخيانة للمرة الثانية. هذا المجلس الذي هان وسقط فلم يعد لديه كرامة يقف بها، فكلما استدعوه أتى ليشهد على الخزي والعار على حكومة الوصاية، تلك الحكومة التي نرفضها رفضا باتا، ولا نقبل بها، ولا تشرفنا ولا تشرف ليبيا، كما أن المجلس البلدي مصراته لا يشرفنا ولا يشرف ليبيا. قالوا عنا أن إخوان، واليوم نرى محمد صوان يوقع مسودة العار فنحن لسنا إخوان. قالوا عنا أتراك، ونرى تركيا تحضر توقيع هذه المسودة. قالوا عنا قطريين، ونرى السفير القطري يحضر توقيع هذه المسودة ونحن نرفضها. فنقول لهم أنتم كاذبون، أنتم كاذبون، أنتم كاذبون، ونحن الوطنيون الذين سنواصل ونواصل نقول لهم لا اتفاق في وجود الخائن العميل صاحب الجنسية الأمريكية خليفة حفتر. لن يكون هناك اتفاق في وجود هذا العميل الساقط، عميل القذافي وعميل المخابرات الآن. لن يكون هناك أي اتفاق. فلتعلم هذه الدول التي تريد فرض حكومة الوصاية والعمالة أن تذهب بعميلها من الساحة أولا، ثم يأتي الاتفاق يكون ليبي ليبي بين الليبيين. الليبيون هم الذين يختارون حكومتهم التي تدير شؤونهم، وليس أحد يستطيع أن يفرضها علينا، ولن يستطيع أحد أن يفرض علينا. ونقول
أي شخص يدعي أنه يمثل مصراته، سواء كان هذا الشخص يزعم أنه في المجلس البلدي أو في إحدى الكتائب أو في غيرها، لا يمثلنا. نحن رفضنا المنسق الأمني للأمم المتحدة باولو دوسيرا الذي حاول أن يجتمع بكتائب مصراتة، فتم رفضه ورده من على بعد 27 كيلومتر من مدينة مصراتة. فأي كتيبة تصدر أنها تؤيد حكومة العمالة والخيانة فليست محسوبة على مصراتة ولا تتشرف بها مصراتة أبدا. ونقول لهؤلاء الساقطون، هذا آخر ما لديكم. بعد أن فشلتم في وضع التنسيق الأمني جئتم وأعلنتم هذه الحكومة لكي تبرروا بها فشلكم، فنقول ستفشلون ثم ستفشلون. سوف تنفقون أموالكم هباء ثم تكون عليكم حسرة ثم تغلبون. نقول هذا هو الطريق، إيمان وجهاد ومحنة وابتلاء وصبر وتبات وتوجه إلى الله، ثم يأتي النصر ثم يأتي النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسقط المجلس البلدي، يسقط المجلس البلدي، يسقط المجلس البلدي. ارحل يشتاوي، ارحل ارحل يشتاوي، مصراتة ما درت الشيء، ارحل يشتاوي، مصراتة ما درت الشيء، ارحل ارحل يا بلدي، مصراتة ما درت الشيء، ارحل ارحل يشتاوي، مصراتة ما درت الشيء، ارحل ارحل يشتاوي. رسالة نوجهها لباقي اخوتنا اهالي مصراتة طبعا في اللي ما جاش وفي اللي ما يبيش المجلس البلدي ومش قادر يطلع صقع سلبي، وفي اللي مع البلدي وفي اللي مغمض عيونه قال وين ما يحطني البلدي انا في الشرطه ان شاء الله يطيح في بير ويطيح. رساله ليهم والله احنا طلوعنا هنايا خروجنا راهو لاجل حاجه واحده اللي هي محاربه الفساد موجود في وسط المجلس البلدي، لا اكثر ولا اقل. والله ما جينا نحارب ولا في شخص شتاوي ولا جينا نحارب في شخص ثاني. دقيقه بس ان شاء الله. المهم انظر عليكم، هو قبل صلاة العشاء دوم يسقط المجلس البلدي، يسقط المجلس البلدي. والله قبل عندنا حتى كلمة من أعطاها للحراير كلية، هو العشاء مزعلق عشاء 10 دقائق تليات. السلام. يسقط المجلس البلدي، يسقط المجلس البلدي، يسقط المجلس البلدي. عندنا كلمة والله من أعطاها كريم من الماي غادي يجيبوا له. عندك الحب يلقي كلمة الحراير. يسقط المجلس البلدي، يسقط المجلس البلدي، يسقط المجلس البلدي، يسقط حزب المؤتمر الوطني الحر بالذات هالمصيبة هذا، يسقط حزب المؤتمر، حزب مصيبة والله، حزب مصيبة هو وحزب العدالة اليوم ودروا لنا المدينة. والله المفروض أنا مانيش عارف توا أهالي المدينة الثانية والله في شباب قاعدين وياه والله إلى عنده. بس قلت له يا راجل إحنا قلت تعال أنت يا سيدي ما تبيش تجي الخيمة، تعال في مكان ثاني. يسقط المجلس البلدي، مجلس بلدي باع بلاده، يسقط كيف زعيم القادة.